السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، قبل ما بلش بحكي أي شيء، رجاء ثم رجاء ثم رجاء، والله مو مشان تجيني مشاهدات، لا والله العظيم، بس اسمعوا كل الفيديو كامل مشان تفهموا أنا شو وجعي وليش عم بحكي. حبايبي، اليوم صراحة الفيديو هو عبارة عن رسالة عتاب على كل هالناس يلي بتفوت وبتتابع بالسوشيال ميديا، تمام؟ طبعا انا ما راح اغلط بحدا، تمام؟ ولا هذا اسلوبي، ولا بحب اغلط بحدا، ولا بحب ازعج حدا، ولا ضايق حدا، بس الفكرة وما فيها، تمام؟ انه صناع المحتوى يلي عم يعملوا قنوات على اليوتيوب، يعني انا بس بدي اسألكم سؤال واحد وبتمنى الكل يعطيني رأيه ويجاوبني على الشيء اللي أنا هلأ راح أحكيه وراح أقوله. يعني كل الناس اللي عم تعمل قنوات على اليوتيوب، شو هدفها؟ هدفها أنه تعمل تقدم محتوى حلو ومفيد وظريف، تمام؟ وبالإضافة أنها تستفاد من القناة بحيث أنه يجيها منها فلوس. يعني نحن كلياتنا نكون واقعيين، يعني أنا لا حدا يجي يقنعني ويقول لي يطلع على الفيديو وعلى اليوتيوب ويجي يقول لك أنا يا عمي عامل قناة سلاي لحتى أتسلى بس هواية، مو هاممتني كل القناة. لا 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 لا، هذا الحكي بصراحة حكي جرايد، لا حدا يزعل مني، أنا عم بحكي الواقع وعم بحكي الصراحة، تمام؟ فالناس كلها اللي بتفوت بتعمل قناة على اليوتيوب هدفها الأول والرئيسي إنها تكسب فلوس من القناة، تمام؟ هي واحد. اثنين، كل مين بيعمل قناة على اليوتيوب بيتمنى انه المشترك يوم عن يوم يزيد ويزيد 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 اكتر عنده المشتركين بالقناة، تمام؟ هلأ انا في شغلة رح قلكن اياها. وقت الواحد بيفوت على قناة، مع احترامي لكل القنوات ولكل الناس، انا ما عم حدد حدا، تمام؟ رسالتي واضحة، رسالتي عامة، ما عم حدد حدا ولا عم اقول لحدا شيء، تمام؟ وقت تفوت مثلا على قناة وتلاقي قناة مثلا ما فيها شيء بشدك، ما فيها شيء مهم، ما فيها شيء مثلا تستفاد منه، ما فيها شيء مثلا جديد، يا اخي يعني معك انت بتقول اخي انا ليش بدي اشترك فيها، يعني ما بدي، شو بدي ليش اشترك فيها؟ طبعا مع العلم انه اذا انت اشتركت فيها للقناة لو شو ما كانت، تمام، انت مالك خسران شيء او انت مالك خسران شيء، هو مجرد اشتراك مجاني، كبسة اشتراك مجاني بس، فقط لا غير، يعني لا رح تضرك ولا رح تضرك ولا رح تأذي حدا، اللي هي كبسة الاشتراك لو شو ما كانت القناة، تمام؟ بالنهاية انت عم تعمل خير وعم تفيد هالشخص اللي فتح القناة ومتأمل برب العالمين انه يتوفى ويسترزق من هالقناة هاي، تمام؟ بس في شغلة، وقت انت بتفوت على قناة، تمام؟ وقت انت بتفوت على قناة وبتلاقي هاي القناة فيها شغلات عم تفيدك، تمام، واستفدت منها، تمام، طب انت ليش تفوت على القناة تاخذ المعلومات اللي بدك اياها وتستفاد بكل شيء بدك اياه، من معلومات، من اي شيء بدك اياه، تمام، وتستخسر على صاحب القناة او صاحب الفيديو اللي انت تفرجت عليه لايك او اشتراك؟ لك ما بدك تشترك لا تشترك، لك لايك 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 بس لايك. هلا انا الناس راح تقول لي انه انت ليش عم تحكي هذا الحكي هذا، يعني شو اللي زعجك؟ انا راح اقول لكم شو اللي زعجني، وهلأ رح أورجيكم أنا شو يلي زعجني. اتفرجوا شو يلي زعجني يا جماعة، شوفوا شو يلي زعجني، اتفرجوا كم مشترك عندي. أنا عندي 529 مشترك وبتشكرهم واحد واحد، بتشكرهم فردا فردا، أنا بتشكركم من كل قلبي إنكم دعمتوني من غير مقابل، تمام، وفتوا واشتركتوا عندي بالقناة، بتشكركم واحد واحد، ما رح حدد حدا، بتشكر الكل والجميع، كل من اشترك عندي بالقناة. طيب يا محمد، شو اللي زعجك؟ انا شو اللي زعجك؟ حورجيكم شو اللي زعجني. رح افوت على الفيديوهات انا عندي هلا، تمام، ورح انزل على فيديو اسمه طريقة ربط قناة اليوتيوب بالفيسبوك، تمام، تفرجوا هلا رح اورجيكم اياه، حتى تشوفوا انه انا عم بحكي هذا الحكي لانه حقي انه انا انزعج. هلا انا اوكي، يعني امر الله ولا اله الا الله ما اختلفنا، بس رح اورجيكم انا ليش مزعوج، تفرجوا.
شوفوا عدد المشاهدات عندي بهذا الفيديو. طريقة ربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك لكي تحصل على 4000 ساعة و1000 مشترك. تمام؟ تفرجوا كم مشاهدة عندي. عندي 10134 مشاهدة على هذا الفيديو خلال 5 شهور. شايفين الرقم قديش؟ 10134 مشاهدة خلال 5 شهور على هذا الفيديو. رح أفوت على الفيديو، هاي الإحصائية بتكون برا أحيانا بس جوا بيكون في إحصائية تانية. رح أفوت على الفيديو أنا، شوفوا هلأ أنا فتحت على الفيديو، تفرجوا على الفيديو. 10134 أنغوفة يعني مشاهدة، تمام؟ خلال 5 شهور. اتفرجوا كم لايك عندي؟ 459 لايك، تمام؟ 459 لايك. وهون في عالم حاطين ديزلايك، اوكي ما اختلفنا، هذا شيء طبيعي، ما يعني ما عندي اي مشكله، طبيعي هذا الشيء اللي عم يصير. تمام، عندي هون 258 تعليق، هذول الناس اللي فاتوا سالوني اسئله وجاوبت اللي حسنت جاوب عليه، وجاوبت الكل يعني الكل مين بعت لي جاوبته باذن الله، ما طنشت حدا. تمام، يعني فيديو عندي فيه 10134 مشاهده. معقولة من هال 10134 مشاهدة ما عندي غير 529 مشترك؟ طب ليش؟ ليش يا جماعة ليش؟ ليش هالبخل هذا؟ يعني ليش هالأنانية؟ أنا بس بدي أعرف إنه ليش هالأنانية هي؟ يعني طب مو حرام؟ والله شيء بيحرق الدم، ما يعني والله مو مشان شيء، أنا بقول لكم صراحة أنا مثل هالناس، فاتح القناة، أوكي عندي فكرة عم أقدمها، وبنفس الوقت حابب إني استفاد منها مادياً، وفي هدف كبير من وراها للقناة. في هدف كبير ان شاء الله من وراها للقناة، وانا حاكي بفيديو عندي بالقناة، بتفوتوا بامكانكم تشوفوا، حاكي انه ما هو محتوى قناتي، تعرف على محتوى قناتي. تمام، بامكانكم تفوتوا على الفيديو وتشوفوا انا شو فكرتي من هاي القناة وليش فاتحها. تمام، يعني اللي حابب، اذا حدا حابب يفوت ويعرف انا ليش فاتح القناة، انا حاكي بالفيديو ليش فاتح القناة، بس هلا موضوعي مو هون، موضوعي هون. تمام، يعني هذا الفيديو مثل ما عم اقول لكم 10134 مشاهده، ما عندي منه غير 530 مشترك، برجع بتشكرهم فردا فردا. طيب يا محمد انت يعني وقف بس على هذا الفيديو؟ لا مو بس هذا الفيديو، ها راح اطلع اتفرج، راح ننزل لتحت شوي تفرجوا. عندي هذا شرح مفصل عن برنامج إيباي كلاين عن ساجن، هذا برنامج هون العالم بتستعمله بألمانيا، بيشتروا منه شغلات كثير حلوة البرنامج. 355 مشاهدة. طيب يا محمد بس هذا؟ لا فرج، رح أورجيكم، أنا بس رح أورجيكم شو الفكرة اللي بتزعل وبتزعج. فرجوا غسالة شارب، أنا شارح عن غسالة شارب، أي غسالة أنا اشتريتها جديدة، شرحت عنها مواصفاتها وشو هي، اللي حابب مثلا يشتري غسالات. فرجوا 606 مشاهدات. تمام، طيب يا محمد هذا اللي زعلك؟ لا تفرجوا، لحظة تفرجوا، هذا شرح تفعيل هذه الميزتين بالتفصيل، هي شباكسة موبيلز بتساعد، تمام، وهي شباكسة كفيت. هذول الميزتين كل مين عنده حساب أونلاين هون بهامبو بألمانيا اللي هو بنك شباكسة بيستعملوا الحساب اونلاين، شارح انا بهذا الفيديو عن هالميزتين وكيف تحسن تستعملهم وتفعلهم وتسجل فيهم، يعني عامل فيه شرح ان شاء الله جيد. تفرجوا كم مشاهده عندي هون، 1081 مشاهده. تمام، طيب يا محمد انت كمان هذا زعلك؟ لا لحظه، انا مسامحوني ما بدي اطول عليكم كثير، بس انا بدي اشرح لكم وجعي بصراحه. تمام، تفرجوا هون افضل برنامج مونتاج على الموبايل، تمام، شرح تفصيلي عنه، اسمه فلو، هذا البرنامج انا كثير بحبه، انا بستعمله، برنامج رائع. تمام، تفرجوا كم مشاهده، 953 مشاهده. تمام، يعني اذا بدي اعد لكم الفيديوهات اللي عندي اللي عليها مشاهدات كثير، يعني ما راح اطول، شوفوا تفرجوا هذا، منع الحجاب في المانيا، قرار جديد مفاجئ ب 7/5/2021. تمام، تفرجوا كم مشاهدة عليه، 1416 مشاهدة خلال شهرين. لك معقولة ما حدا منكم اتنازل وتكرم انه يضغط على الاشتراك ويشترك عندي بالقناة؟ لك انا القناة عندي مو بس بتحكي عن التعليم، بتحكي برامج تعليمية، بتحكي عن قصص، بتحكي عن قرارات، بتحكي عن
وعم تتطور، عم طورها شو ان شاء الله شوي شوي على القناه. فليش هيك يعني، ليش هيك هالبخل؟ انا والله ما بعرف يعني ليش هيك هالبخل، انا ما بعرف يعني. تفرج القناه عندي يعني ان شاء الله. انا طبعا ما فيني امدح نفسي، انا ما فيني امدح نفسي، وما راح اقول لحدا انه يا اخي قناتي رائعه، لا انا ما فيني امدح نفسي تمام، بس انا عم بحكي وجعي يعني. انه ليش هالبخل هاد ما بعرف يعني، ليش هالبخل هاد ما بعرف، والله ما بعرف يعني. تفرجوا هذا الفيديو، تفرجوا هذا الفيديو، طريقه ربط قناه اليوتيوب مع الفيسبوك، تعديل جديد، هذا تعديل صار على موضوع طريقه ربط القناه تمام. وانا بصراحه كنت نسيان اني اذكره بالفيديو الاولاني، نزلت فيديو تفرجوا خلال شهر 317 مشاهده. طب والله حرام يا جماعه، والله العظيم حرام حرام. شوفوا فيها في فيديو كمان وينه. السلام ليكو، هذا الفيديو كمان تفرجوا، مقتطفات عن قناتي، خلال شهر واحد 511 مشاهدة. طب مو حرام؟ مو حرام يعني. بدكم تشوفوا الشغلة اللي بتزعج أكتر؟ استنوا رح أورجيكم شو اللي بيزعج أكتر، لحظة تفرجوا شو اللي بيزعج أكتر. رح أفوت على صفحتي على تفرجوا. شوفوا هلا أنا بس تفوت لهون لأعرف قديش عندي مشاهدات بالقناة كلها من وقت ما أنشأتها لهلا. بكبس هون هورجيكم، هورجيكم ليش محروق دمي وليش مزعوج أنا تمام. هلا هون عاطيني عدد المشاهدات 5300، انه اخر 28. انا لا ما بدي، بكبس هون ها، راح احط له من وقت انشاء القناه لهلا كم مشاهده انا عندي بالله. راح افوت ها، تفرجوا، حطيت له من وقت انشاء القناه انا قديش عندي مشاهدات. تفرجوا عندي 25100 مشاهده يعني. تخيلوا 25100 مشاهده عندي بالقناه. لو القناه فاشله ما لها ناجحه ما حدا بيفوت يتفرج عندي بالقناة. 25100 مشاهدة خلال خلينا نقول 7 شهور، خلال 8 شهور، أنا صار لي 8 شهور فاتح القناة تمام. يعني 25000 مشاهدة تمام، و100 25100 مشاهدة، فايتين عالم، فايتين شايفين فيديوهات عندي بالقناة تمام، وما حدا منكم تنازل انه يجيب لي 1000 مشترك يعني. 25000 معقولة ما في منهم 1000 مشترك يجوا عندي على القناة؟ طب مو حرام عليكم؟ بالله عليكم يعني تفرج على الفيديو هذا، هذا مو شي بيحرق الدم، مو شي بيحرق القلب. تفرجوا قديش عندي انا ساعات، وقت الساعات عندي 2000 ساعة، عندي 2000 ساعة مشاهدة يعني. الناس عم تفوت عم تتفرج عندي، مو انه ما عم تتفرج، بس هدول الناس انا مع احترامي لكلها، لا حدا يزعل مني، تكون ما بدي يزعل حدا ولا حدا ينزعج مني، مع احترامي للكل يعني. في ناس عم تفوت تعمل حالها شاطره انه هن اذكياء، يلا فوت انا باخذ معلومات اللي بدي اياها منه من القناه، ويلا لا بحط له لايك ولا بشترك قناته، يروح يا حيط تمام. طب ليه؟ ليه يا جماعه ليه؟ يعني ايد لحالها ما بتسفي يعني. اذا ما كلياتنا ساعدنا بعض ودعمنا بعض يا اخي، انت عم تشوف المحتوى بس عم تستفاد منه، لك بس حط لايك 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 لايك، معقول ما بتحط لايك تمام. فهذا الموضوع اللي انا عم بحكي فيه، ومشان هيك انا نزلت هذا الفيديو، لانه والله انزعجت يعني. تفرجوا انتم 25000 مشاهده عندي بالقناه، ما في منهم غير 530 مشترك، طب ليش؟ مو حرام عليكم؟ لك وما في العالم تسالني ها، في عالم تكتب لي بالتعليقات بتسالني اسئله انه كيف نعمل هيك، انا بجاوب كيف نساوي هيك. انا ما عم منن حدا ولا عم اقول انه والله عم منن حدا، لا مزبوط انا قناه عاملها، بس مثل ما انا عم بتفاعل معكم وتجاوب معكم، طب كمان انتم تتفاعلوا معي وتجاوبوا معي يعني. في ناس تكتب لي تعليقات انا عندي بتسالني اسئله، مثلا في فيديو شارح عن موضوع طريقه دعوه شخص لالمانيا، اذا بتدعي شخص لالمانيا زياره يعني، فوتوا تفرجوا قديش مشاهدات عندي، وتفرجوا على الأسئلة اللي بيسألوني على العالم. إذا أنا ما قلت له للشخص اللي عم يسألني إنه من فضلك اشترك بالقناة عندي، ما بيشترك. إذا أنا ما قلت له ما بيشترك، بفوت بيسألني أسئلة. لك في عالم بتفوت تسألني شلون يعني، يعني لا بيقول إنه مثلا مرحبا بدنا نسألك هذا السؤال، لا بفوت بيسأل شلون يعني الواحد بده يحسن ياخذ موعد، أو بفوت مثلا واحد بيسأل قديش لازم أدفع أنا رسوم الفيزا، أو بفوت واحد بيسأل بيقول لك يعني بيسألوا أسئلة هيك مثل كأنك عم تشتغل عندهم أو عبد عندهم يعني. بيسألوا 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 بياخذوا المعلومات يعني، لا بيقول لك شكرا ولا بيقول لك الله يعطيك العافية. طبعا أنا ما عم بستمنن لا شكرا ولا الله يعطيك العافية تمام،
يعني ما عندي مشكلة، بس عم بحكي انه كالمنطق والاصول. المنطق والاصول شو بيحكوا؟ المنطق والاصول بيحكوا انه علم قال لي الله يعطيك العافية بس ما بدي اكتر. برضو انا بقول معلش ما عندي اي مشكلة، خلاص انا بجاوب يعني، خلاص فيديو شارح فيه وحاكي فيه، يلي عم يسأل بجاوبه ما عندي اي مشكلة تمام. بس يعني فوق منه كمان يعني شفترة، عرفت شلون؟ فالمهم سامحوني انا والله العظيم انا ما بدي احكي، بس انا مزعوج يعني متضايق تمام. فانا هذا الفيديو عم بشرح فيه وجعي، الناس اللي عم تشوف فيديو احكموا على الموضوع، الموضوع اللي عم بحكي فيه انا منطقي ولا لا، الناس معي حق ولا ما، يعني ما معي حق بالشي اللي عم بحكي انا، بس هذا اللي بدي اياه. ان شاء الله تكون رسالتي وصلت لكل الناس يلي بتتعامل بهالطريقة مع كل القنوات. معلش سامحوني انا طولت عليكم، بس والله عم بحكي لانه مزعوج يعني، انه قناة جايبة 25,000 مشاهدة ما في منها غير 530 مشترك. طب ليش؟ يعني عفوا مع احترامي لكل قنواتها، يعني لانه قناتي ما فيها شيء، ما فيها شيء ببل القلب، وما فيها شيء هشك بشك، وما في يعني يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف شو بدي احكي. يعني شو يعني الواحد شو يساوي الواحد لحتى انه يجذب؟ انا بعرف شو الناس شو اللي عم يجذبها، بس انا ما بدي احكي شيء مشان ما حدا يزعل مني تمام. ان كان الاقنية الثانية اللي عم يعملوا هالمحتوى اللي الناس كلها بتحبه، بتحب الناس الفضايح وبتحب القصص والشغلة، يعني ما بدي احكي عن حدا. فانه انا قناتي ما لها هيك، انا قناتي فيها معلومات حلوة، معلومات تعليمية، اخبار ظريفة، قصص للاطفال، شغل يعني شغلات هيك حلوة مسالمة، مالي بهالقصص كلها التانية أنا تمام. سامحوني طولت عليكم أنا، بس والله وجعي حبيت لكم يا، واكتبوا لي شو رأيكم بالتعليقات بالشي اللي أنا عم بحكيه، إذا أنا معي حق فيه ولا ما معي حق فيه تمام. أنا قناتي بقى يلا حوالي نحن بشهر 8 هلا 9 10 11 12، 4 شهور، شهر 12 4 شهور تخلص المهلة تبع اليوتيوب اللي هي سنة، اني انا لازم فيها يجيب فيها 4000 ساعة مشاهدة، ولازم يجيب فيها اللهم صل على سيدنا محمد 1000 مشترك تمام. فيلي حابب يدعمني وحابب يقدم شيء يفيد فيه الامة العربية اشتركوا بالقناة اذا بتحبوا، واللي مو حابب كمان كتر خيركم على راسي وسامحونا اذا ازعجنا حدا بالكلام. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.